وليش ما قلت لي انك رايح تشوفه؟ كان عندي شعور اني اقنعه حتى اعمل لك اياها مفاجأة، قام هو اللي فاجأني برفضه. يعني بدل ما تكحل عمتها ومن غير اسباب للرفض، ما ذكر لي ولا سبب يمنع زواجنا، كل اللي قال لي اياه مستقبل بنتي مو معك. ليش؟ ما في جواب. انا ما رح استسلم ورح اقول له انك اتصلت فيني وقلت لي كل الحديث اللي دار بيناتكم، وهالمره رح واجهه بكل قوتي. واذا ضل على موقفه؟ بدنا نتجوز يا تامر، بدنا نتجوز، يا اما ما بسامحك بامري.